وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. إذا من ابتلي في هذا البنات، البنات ابتلاء امتحان، لما رعاية البنت أكثر من رعاية الشاب، ورعاية الشاب مهم جدا. كيف؟ بأن يكون معك أكثر أوقات الولد يكون معك. فأفضل شيء إذا أنت ربنا مكرمك بمان تشغل أولادك معك في طلعاتك، عد إذا أنت ربنا بكرمك بتطلب علم خذ أولادك معك. أنت جاي على صلاة الفجر جزاك الله خير، طب وين أولادك؟ والله قلت لهم اصحوا مصحوا، ما فيش هالحكي، بدك تصحيه وبدك ترفعهم من اكتافهم. شو قلت له؟ تعالوا ما جاش. لكن للأسف مر معي أولاد بصحوا أبوتهم، يقولوا يلا يا بقوم أرفعك أقيمك، قلبت الموازين. طفل ما في شغل يشتغل. لا هو تلفونه هو ما جت الضغط. السلام عليكم. سلام الله. محمد ما عاود فصل، ما مش راضي يدخل. يلا
بسم الله الرحمن الرحيم. تابع أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 مرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. نعم، إذن إخواني في الله، انظر، هذه المرأة قدمت أولادها على نفسها، وقدمت بناتها على نفسها، والحديث بشرها بهذا الفعل اليسير أنها كان سببا في أن تعتق من النار، كانت سببا في أن تعتق من النار. وبالتالي إذا أنفقت على أولادك فاحتسب هذه النفقة في سبيل الله، ولا تنظر إلى أي مردود منه تقول ينفعوني إذا كبرت، لا، احتسب أجرك عند الله عز وجل. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نعم.